مرحبا، كيف حالكم اليوم؟ عندي منتج مرة لطيف صراحة، كذا بوكس تمام، في صور مختلفة لكل بوكس. يجي معاه جوات البوكس لوحة مرقمة بأرقام مع علبة ألوان وثلاث فرشات أو فرشتين، ومعاه مساكات حقت الفرشة حقت اللوحة اللي تتعلق ورا كذا، علبة ألوان وفرشتين، واحدة صغيرة واحدة كبيرة عشان تعبي الألوان جوات اللوحة جوات الفراغات اللي مكتوبة باللوحة. الحين عندنا فيل اللي بنبدأ نلون فيه، نختار الألوان، كل لون له رقم باللوحة. أول شيء فيه ثلاث قطع، هذول القطع اللي تتركب وراء اللوحة على أساس أنه أعلقها لخلصت. نبدأ باللون الأزرق رقم واحد. نبدأ نعبي اللون الأزرق في مكان رقم واحد. حطيت كتاب صوتي على أذاني وقعدت أشتغل، وشوي موية على أساس أنه إذا صار اللون ثقيل أو شيء أحب أكون يكون اللون سلس، ما أحبه يكون كذا ماسك. قعدت ألون، نسيت نفسي كذا، قعدت بالساعات مو بالساعات، قعدت تقريبا 41 دقيقة بدون ما أحس مرت، يعني قعدت أعب باللون الأزرق. بعدين قلت خليني أبدأ باللون الأسود، حلو بديت بالأسود، حددت لأن هي محددة باللون الأسود، حددت اللون الأسود وبدأت تبان ملامح اللوحة، تحمست مرة وقعدت أرسم، قعدت أعبي الألوان، مرة ميوزك مرة يوتيوب مرة كل مرة شيء أسمع، مرة مريحة صراحة لأنه بس أحط اللون جوات الفراغ اللي محدد فيه رقم اللون بدون ما أفكر بدون ما أخطط، فتساعد على الاسترخاء بشكل كبير، خاصة وأنا يعني أحيانا بالشغل أنا حطتها بجنب مكتبي بالدوام يجيني ضغوطات، فكانت هذه مرة مريحة. أحيانا أحضر ميتينج أو كول يعني مكالمة وأنا مركبة السماعة وألون، يجون البنات يمرون علي بالمكتب يلونون معاي، كانت حلوة مرة وتفاعلية، أحسها حلوة مرة إذا كانت للأطفال مع عائلتهم. عجبتني، بدأت تبان اللوحة، بديت أكثف ألوان، حبيت كذا أسوي كذا سلوبي يعني ستايل كذا أغير شوي، وبعض الفراغات خاصة الخلفية ما خليتها نفس لون اللي هم قالوا، كنت حسيته غامق خليني أحط شوي عليه فاتح، وطلع حلو وطلعت مرة حلوة النتيجة، مرة حلوة وملونة، خليتها على مكتبي، كل من مر سألني صراحة مرة حلوة وخلصتها تقريبا. طبعا أنا مرة ماخذ راحتي، أسبوع قعدت أسبوع كذا كل يوم ألون شوي ألون شوي، ما ودي تخلص صراحة. وعندي شكل ثاني زرافة بلونها وبشارككم، ايش رايكم؟ والله تجنن صح. كذا تجي معها كل أغراضها كذا جاهزة تطلع كذا، وبقى عندي ألوان كمية ألوان بلون فيها شيء ثاني. أتمنى عجبكم الفيديو، شكرا لكم، سووا شير لايك، مع السلامة.